الكثير من المتطلبات والقليل من الربح، هكذا لخص يوسف وضع تجارته في بيع الأسماك بمدينة جعار في محافظة أبيان. فالارتفاع الكبير في سعر الأسماك بمراكز بيعها الرئيسية في مناطق زنجبار وشقرة جعل السلعة تصل إلى الأسواق الأخرى بأسعار يعجز الناس عن شرائها في الكثير من الأحيان. والغلا والبترول والبرد، يعني الكيس البرد 2500 3000، والعام اللي حمل لك يا الحوت ب 2000 برد لك يا، يعني مش مأخرك. وجي انت هنا والنقط شلوا عليك، ذا يباع 20 ذا يباع 10 وذا، وجي هنا السوق والسوق ما شاء الله ما يقصر معك، خارج عمال ومعك مشاقي محل إيجار، والسوق قول لك 2000 سوق، كله يعني كله على ظهرك يا مواطن. في السوق ذاته لا يبدو الأمر مختلفا بالنسبة لأحمد الهندي، وهو عامل بالأجر اليومي، لكن نسبة الدخل التي يحصل عليها نظير بقائه في هذا المكان لساعات لا تكفي لتوفير احتياج أسرته من الأسماك والخضار في ظل الارتفاع الكبير للأسعار التي شهدتها الأسواق مؤخرا. اليوم زينب على زينب مش ثمد 6000 يبيعه، أما الثمد ماشي قد ألاقي الثمد 10-8 والسخلة 12000 الكيلو، اما اللخم هذا نشتريه من 2005 من 2003 طلع مساء، كان اول من 1005 من 7 من 8 من 1000 لا طلع، لا من 2005 مشترى، لا يقولون لنا على الكيلو 8000 وانا ما نقدر اشتريه، الحبه الباغه طلعت ب 1000 ريال ب 1500 ما حد يقدر يشتريها، لا مواطن ولا كبير ولا صغير، حتى التجار ما يقدروا يشتروا، ولا الاسعار طلعت علينا، دقيق طلع، البترول طلع، اي صلح كم ما نشتري وكم ما نخلي. ارتفاع أسعار الأسماك في أسواق محافظة تمثل أهم مصادر الاصطياد السمكي أرجعه الكثيرون لعمليات التصدير غير القانونية، لكن الصيادين يعزونه أيضا لارتفاع أسعار المحروقات وعدم وجود الاهتمام الحكومي لدعم القطاع السمكي، بالإضافة إلى ما تسببه عمليات الجرف العشوائي من قبل سفن أجنبية تدخل إلى المياه الإقليمية مستغلة غياب الدولة الغارقة بالحرب والصراعات منذ 7 أعوام. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.